أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي حياتي قراري. من خلال حلقة اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع قوة اللحظة، وشلون الإنسان يعيش لحظته، وإذا الإنسان عاش لحظته شلون ممكن يحول حياته السلبية إلى حياة إيجابية. مشكلة بعض الناس إن ليحين متعلقين بالماضي، وأفكار الماضي ليحين متراكمة في مخ الإنسان. فإذا الإنسان أو الشخص نفسه تعلق بالماضي راح يحدد مستقبله، والمستقبل ماله ما راح يكون بقوة اللحظة اللي هو فيها، لا راح يكون بتراكمات الماضي. فما حد فينا بيرد عيد الماضي نفسه أو خبرة الماضي خلينا نقول السلبية حق باكر، نبي ننقل هدية اليوم حق بكرة. إنزين، شلون ممكن الإنسان يعيش لحظته؟ أول شيء لازم الشخص يتحرر من أفكار الماضي، يتحرر من مخاوف الماضي، حولوا المخاوف إلى خبرات، إلى دروس نتعلم منها، لكن مو بشيء يخرعنا من باكر. ولا تخلون هالأفكار السلبية تخرب عليكم اللحظة اللي أنتوا فيها. الشيء الثاني هو التركيز، ركزوا على الشيء اللي أنتوا قاعدين تسوونه بحواسكم الخمس. مثلاً قاعدين تأكلون أكلة معينة، شموها، تلذذوا فيها، تشوفوا ألوانها، ركزوا فيها بالضبط. لا تأكلون وأنتوا مخكم في أمس، لا تأكلون وأنتوا مخكم في باكر، لا تأكلون وأنتوا تحاتون هاي الوجبة إيش كثر مثلاً خلينا نقول كالوريز ممكن فيها، أو أنت قاعد تأكل أو أنت قاعدة تأكلين وتفكرين أمس شنو صار. بالعكس، ركزوا حواسكم الخمس كلها في الشيء اللي أنتوا قاعدين تسوونه. النقطة الثالثة، ابتسموا. في دراسات أثبتت أن الابتسامة أو الشخص لما يشوف روحه في المنظرة مبتسم، المخ يطرش نوع من السيجنالز حق الجسم، فردة فعل الإنسان تكون دائما إيجابية. الأوليين قالوها، ابتسم حق الدنيا تبتسم لك، أو اضحك حق الدنيا تضحك لك. وفعلا أثبتت الدراسات أن هاي المقولة جدا صحيحة. فبالرغم الظروف اللي أنتوا فيها دائما ابتسموا، دائما ضحكوا. الكل يمر في ظروف جدا صعبة، والله يعلم كل شخص شنو الظروف اللي مر فيها، خصوصا في يعني إذا مثلا خلينا نقول في أوضاع جدا متأزمة وأفكار سلبية وأخبار وأمور وكل هالأمور. بس الإنسان لازم يبتسم علشان يحاول يتحكم بردة فعله اتجاه الموقف اللي هو فيه. خلوا عندكم صفة الامتنان والشكر يوميا، كل يوم تقومون من الرقاد قولوا الحمد لله رب العالمين، امتنوا حق الأمور اللي عندكم إياها، شكروا رب العالمين. لا تقومون وأنتم مخكم في أمس أو خايفين من باكر، لا، دائما قولوا الحمد لله، الحمد لله أن أنتم قمتوا، الحمد لله أن عندكم يوم جديد أن أنتم تعيشونه. وقد ما شكرتوا وامتنيتوا حق النعم راح إن شاء الله تجذبون منها أكثر. أصلا تركيزكم وتفكيركم راح يتحول من أمس ومشكلة أمس لشنو الهدايا والنعم اللي عندي إياها اليوم. أصلاً حتى الإنسان بس مجرد ما يبطل عينه وتنفس، هاي بروحها نعمة لازم يحمد ويشكر الله عليها. عيشوا بدون توقعات، لا تقومون الصبح وأنتوا يعني حاطين في مخكم ومتوقعين إيش بيصير اليوم. قوموا مخكم نظيف، خلوا عندكم مساحة عشان أنتوا تجذبون الشيء اللي أنتوا تبونه من خلال أفكاركم. لا تعيشون ولا تبتدون اليوم بتوقعات سلبية. حتى يعني أوكي، في ناس يقولون توقعوا الإيجابية، مو مشكلة توقعوا الإيجابية، بس بعد يعني عيشوا كل يوم بيومه، فحاولوا أن أنتوا تقللون التوقعات. يعني لا تبتدون يومكم وأنتوا متصورين أن ترى بيصير كذي، وإذا صار كذي ترى أنا بتعامل مع الموضوع مثلا خلينا نقول بهالطريقة، وإذا الموقف صار كذي أنا راح أحلل بهالطريقة. نعيش بخطط وطرق إحنا شلون بنتعامل مع الموقف وشنو صار يعني نكون جاهزين حق شيء أساسا يمكن ما يستوي. لكل حادث حديث، عيشوا يومكم، ترى اللحظة اللي انتوا فيها ما ترجع، الدقيقة اللي انتوا فيها ما ترجع. لا تخافون من باكر، باكر يعني شيء رب العالمين كاتبه، توكلوا على الله سبحانه. صدقوني كل ما توكلتوا عليه كل ما بتشوفون باكر أحلى من اليوم وهم أحلى من أمس. ترى الدقيقة أو الثانية اللي احنا فيها فيها قوة مو طبيعية، ممكن أن هي تحدد مستقبلنا. إذا أنتوا تبون يعني إذا الشخص محتاج أو تبون مستقبل مشرق، تبون مستقبل إيجابي، تبون يعني غدا يكون يوم إيجابي، خلوا اللحظة اللي أنتوا فيها إيجابية، استمتعوا في اللحظة اللي أنتوا فيها، تحرروا من أفكار الماضي والأمور السلبية اللي تطغي على الإنسان نفسه.
الوالد الله يحفظه دائما يقول لي أمس يعتبر تاريخ وبكرة يعتبر مجهول، لكن اللحظة اللي أنت فيها أو اليوم اللي أنت فيه هي هدية، فاستمتعي فيها. يعني مين فينا ما يحب الهدايا؟ كلنا نحب الهدايا، فحالوا أن أنتوا تستمتعون بالهدية اللي عندكم. مشاهدينا الكرام، خلونا نطلع فاصل، بعدها إن شاء الله راجعين لكم مع ضيفة حلقتنا لليوم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع ضيفة حلقتنا لليوم. خلونا نرحب بالمدربة فاطمة مجدي، صاحبة مركز بوهيميان بينج لليوغا. يا هلا ومرحبا فيك، نورتينا اليوم. نورت فاطمة. يعني ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، عمرك 25 سنة، العمر كله يا رب. ويعني بديتي تشتغلين عمرك 14 سنة تقريبا، شابة في عمرك، قدرتي تفتحين مركز يوغا، قدرتي توصلين حق اللي انت تبينه، سافرتي عدة دول، عشتي بإيجابية بالرغم من أكيد مريتي في ظروف صعبة نفس أي إنسان آخر. فممكن تتكلمين لنا عن رحلتك في الحياة وشلون قدرتي تسوين كل هالأمور؟ هي حياتي ممكن تكون غريبة للناس لأن عشت حياتي بسرعة وبدون ما أخطط لها. يمكن قبل 10 سنوات كان عندي الفايف يير بلان، وكنت أكتب كل شيء من شهر شنو ماي فايف يير بلان وأحطه في بوكي وأمشي كل يوم ويا هالفايف يير بلان اللي هي الخمس، يعني خطتك حق 5 سنين بالضبط. وبعدين اكتشفت إن ما أقدر أوصل بهالطريقة لأن الشخص يتغير، اللي حولي يتغير، كل شيء قاعد يتغير. فقعدت أركز أنا اليوم كل يوم شنو خاطري فيه، شنو مزاجي، شلون خاطري أتعلم، شنو قعدت أكتشف كل شيء حولي. تعلمت التصوير، كنت أصور، تعلمت الرسم، كنت أرسم، ورحت المجال اللي كنت خاطري فيه. وبعدين طلعت وحسيت إنه هاي مو بمجال اللي أبي أواصل فيه، ورحت عشت في الهند واكتشفت يوغا. وأحس لو كنت مواصل بهال فايف يير بلان أو كان عندي خطة حق حياتي كان ما وصلت للمرحلة اللي أنا فيها. إني قعدت أكتشف أنا زينة في شنو، وحتى إذا شيء أجرب شيء وما يكون صح ما أندم، أنا أدري إني على الأقل في ذيك اللحظة سويت اللي كان خاطري فيه. فمع الوقت قعدت أجرب وأجرب وأجرب لما حصلت شيء اللي صدق يسعدني وأقدر أستفيد منه وأقدر أخلي الناس يستفيدون منه، اللي هو اليوغا. ويوم بديت كنت ضد إن أسوي لي بعد خطة حق حياتي. يوم بديت أتعلم يوغا كان أساس إن أنا بيتعلم، وصدفة صار قمت أعلم ناس بس من طريق إن أبي أعلمهم، مو إن عن شيء، ما كان عندي خطة إن أبي أكون مدرسة أصلاً. ومع الوقت قمت أجرب مع حياتي وقعدت أشوف كل يوم قاعد أصير أحسن وأحسن. بس أحس أكيد لو كان عندي خطة كاملة حق حياتي وبالستبس اللي شنو لازم أسوي كان ما وصلت اللي أنا فيه، لأن أعتقد ما حطيت لي هدف معين إنه ولازم أوصل له بهالكثر المدة. فلين ما عندي شيء يخليني أركز على الوقت أو على الهدف، يصير كل شيء بروحه وسموثلي يصير. يعني ما قاعد أفكر إنه أنا لازم هالكثر أشتغل على روحي عشان أوصل لهالمرحلة. إذا قعدت أفكر بهالطريقة عشان ما وصلت. حتى موضوع السفر، أنا عشت حياتي أشوف أهلي كثر يصرفون ويخططون عشان يسافرون. أنا صار عندي الحياة بس أخذ شنطة، أخذ لي بديتين وأروح المطار خلاص. لأن بصراحة كنت من يوم أنا صغيرة كنت أحس إن آخر يوم في حياتي بيكون يوم أتخرج من جامعة. ما أعرف إيش كان عندي هاي الشعور إن حياتي بتوقف عقب ما أتخرج. فيوم كنت في الجامعة سلمت آخر assignment حق الجامعة، وكنت أدرس هندسة ديكور، ونفس اليوم سلمت assignment أونلاين في البيت، خذيت شنطة يعني حق مدرسة يعني بس حق بلدتين، ورحت المطار ورحت فلبين وكنت بروحي. يعني عشتي في الفلبين أول ما خلصتي من يوم تخرجتي من الجامعة؟ أنا تخرجت أو درست في ماليزيا وعقبها رحت فلبين أسبوع، رجعت بس غيرت البدلتين ورحت كمبوديا أسبوع، ورجعت خذت لي غيرت بدلتين وتخرجت. رحت التخرج وحسيت إنه الحياة أكثر من خطط، الحياة أكثر من
لازم أهداف لازم أوصلها، الحياة لازم أعيشها اليوم، لأن ما أعرف متى بيكون آخر يوم حقي، فلازم إن كل يوم أحط الجهد إنه كان آخر يوم في حياتي. فعقب ما رجعت تخرجت رجعت البحرين، وكان في وظيفة كانت تنطرني من سنتين أو سنين، فقعدت أنطر هاي الوظيفة. صاحبة الشركة كانت مسافرة، قالت لي حرصيني ما أرجع. أنا قاعدة أقول أنا قاعدة أفكر إنه ممكن تنتهي حياتي في أي يوم، فليش أقعد أنطر؟ فخذت لي شنطة وسويت لي إنترفيو في الهند، ورحت الهند اشتغلت هناك. وكم كثر سميتي في الهند؟ قعد سنة، والقرار خذ لي يمكن يومين. يعني اتصلت سويت سكايب إنترفيو، وتمكن هم اللي ساعدوني بعد بهالشغلة حتى آيزك، وقالوا أنت متأكدة تبين تروحين الهند؟ ممكن يعني تختارين أي دولة في العالم، تريدين تروحين أمريكا، بريطانيا، عندك وظيفة من أي مكان، اختاري أي مكان وإحنا بنساعدك ونوديك. بس ما أدري، أنا في هاي اللحظة كان خاطري أبي أروح الهند. وبس اتصلت في أبوي، قلت له كذي 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 أنا بروح الهند، وأنا أهلي الحمد لله متعاونين، إنه فاهمين إنه وصلت للمرحلة إنه بسوي اللي خاطري فيه، وأنا معتمدة على روحي 100%. فأحس هاي شيء بعد ساعدهم إنه لا، ان هاي البنت ما تعرف شنو تبي في حياتها، تعرف شلون تحصل الاشياء اللي تبيها. وانا كنت اكل اسوي كل شيء واحطهم على امر الواقع. صح. فانا هني وصلت ان انا سويت الانترفيو، بروح السفاره باخذ الفيزا، وخلال يومين سافرت ورحت الهند. وكان حزتها بعد عندهم ملاريا وكان عندهم عفسه، بس قلت حق اهلي اذا بيصدني شيء وانا في البيت، ما تدري، ما حد يدري شنو بيصير. فبس رحت الهند، هنا كنت اشتغل، كنت ادرس انجلش حق ISTS وتوفل، شهادات بريطانيا، ان شهادات عشان ناس يروحون جامعه، او ان كل تلاميذي كانوا حتى كبار، في ناس حتى اكبر من امي وابوي ما شاء الله. فبس رحت هناك، كان ان الشغل بس 6 شهور، شغلت 6 شهور وخذيت 6 شهور ثانيه اكتشف الهند. نفس الشيء، خذيت لي شنطه صغيره وقعدت الف من الساوث للنورث. وانا هناك حسيت ان الحياة فيها وجد اشياء ممكن استفيد منها، وجد اشياء تعلمتها، لان احنا نحط روحنا في بوكس ما نعرف شنو موجود. او نفس البوكس ممكن تكون اهداف، ممكن تكون انتقادات، ممكن تكون أشياء expectations، كل هالأشياء ممكن إحنا نحطها في البوكس، وإحنا نكون داخل وما نعرف إحنا بنفسنا شنو ممكن نحصل، شنو ممكن نسوي حق العالم مو بس حقنا. صح. فهناك اكتشفت روحي ورجعت، وكنت في هالحزب بعد ما كنت أدرس يوغا، كنت بس أتمرن بروحي في البيت. صح. وبعدين كان الخطة إن بروح باخذ شهادتي حق اليوغا من نيبال. بس صار فيني شيء اللي انا ما حبيته، صرت سويت كونكشن بين اللي شيء ابيه في التمرين، في تمرين في اليوغا اللي هو الباك بند، ما فيش كنت حاطه مستقبلي كامل على هاي البوز. صح. ان قاعد افكر انا شلون بروح باخذ شهاده ان ادرس وانا ما اقدر اسوي هاي التمرين. أنا كان في تمارين ثانية حتى ما أقدر أسويهم، بس ما أعرف ليش هاي التمرين هو حيل اللوجو مالي، بس ذيك الحزة كان كلش ينرفزني. وبعدين كان عندي هاي التفكير وأنا راجعة البيت، كنت ويا ربعي وكنت لابسة جينز وقاعدة أفكر إن أنا شو ممكن أسوي، شنو ممكن آخذ الشهر إني أدرس وأنا ما أقدر أسوي هاي التمرين. صح. وصلت البيت وسويت التمرين بدون أي وورم أب، بدون أي شيء، بس كذي حطيت الشنطة وصير أسويتها. بس كنت متضايقة من نفسي إنه سويت نفس الحركة، إن شبكت أهدافي بشيء أو ساعاتي بشيء، وأنا كان عندي شيء هاي ضد الشيء. أنت ضد هالمبدأ يعني؟ بالضبط. يعني أحس إن أنت لازم تكونين سعيدة لو حتى عندك ولا شيء، لو ما تقدرين تسوين أي شيء لازم تكونين سعيدة. في يوم شفت إن هاي إن سويت هاي التمرين، مفروض إن أكون فخورة بنفسي وكل شيء، بس قلت إذا أنا يعني سويت هاي علشان كان شعوري كذي، انا ما استاهل اخذ شهر الحين. فعقبت روحي
قعدت سنة كاملة ما خذيت التمرين، وكان عندي سفرة جاهزة إن رايحة نيبال عشان أخذ الشهادة، بس رحت وما خذيت الشهادة ورجعت. وعقب سنة وقت اللي صار إن أوكي بسوي التمرين بسوي الشهادة، سويت عملية المسمار في وسط الريولي، كان ما في حل غير إن يسوونها عملية، فسووا خياطة. ويوم هاي كلها صار أسبوع قبل سفرتي حق إندونيسيا عشان أخذ أول ليسن حقي عشان أدرس، شالوا خياط يوم مو بحتى ليلة، يوم اللي بسافر ورحت المطار بريول واحدة وسويت التمرين، سويت الكورس كامل بريول واحدة، وأنا الثانية كانت الحين توزيلينج يعني الجرح لحم ما برا يعني بالضبط. وكنت سعيدة، ما كنت أقدر أسوي التمرين اللي كنت أبي أسوي، بس كنت سعيدة، هاي اللي كنت أبي أوصل له. صح. وصراحة اكتشفت كذا طرق إنه ممكن أعلمهم حق شخص إذا كان متعور، فهاي صار بعد نفس الشيء طلعت على شيء إيجابي إنه أوكي ما أقدر أسوي هاي التمرين، وأنا رايح أخذ الليسن ما أقدر أسوي هاي التمرين، بس قاعدة أتعلم. صح. كل الطرق اللي ممكن أخلي الناس تستفيد إذا متعورين. هاي كانت رحلتك. زين فاطمة، طبعا ما شاء الله عليك مريتي في كذا ديرة ومريتي في كذا مرحلة في حياتك، وذكرتي من خلالها ان انت بالرغم من صادتك بعض الصعوبات او الضغوطات لكن بعد وصلتي حق اهدافك. زين، وهم بعد تفضلتي وذكرتي وقلتي ان انت مثلا ما تخططين، عايش شنو الشيء اللي انت استعملتيه عشان توصلين مثلا خلينا نقول حق اهدافك وطموحاتك اللي انت اوريدي رسمتها؟ أنا على طول أحط لي هدف أبي أوصل له، بس ما أحط وقت معين إنه لازم أوصل له بهالكثر وقت، وأكون حتى فلكسبل ويا أهدافي، يعني ممكن كان خاطري إنه أدرس في بلد ثانية ورحت سويت هاي الشيء، بس يوم رحت هناك حسيت إنه لا، أنا أحب أن أدرس ناس في البحرين أكثر، فساعات يكون حتى الهدف ممكن ما يصلح لك، فأنا قاعد أخذ راحتي. صح. يعني أنا أحط لي هدف مو بنهاية العالم إذا ما وصلت له، لأن أعرف إذا ما وصلت له الحين بوصل وقت ثاني. وقت ثاني. صح. وحتى إذا ما وصلت له وقت ثاني هاي معناته أنه ممكن أنا زينة أو عندي هدف ثاني قاعد ينطرني وأنا ما أعرفه. يعني نفس ما قلت شو كنت عملت على أهدافي قبل 10 سنوات شنو كانوا، عشان ما وصلت الآن فيه. صح. عشان ما اكتشفت يوغا، عشان ما كان عندي إنه open، يكون عندي إنه شيء open أجرب أشياء ثانية وأغير حياتي. أنا غيرت حياتي كلش، يعني المجال تغير، حتى الحين كشغلي الدوام الصبح مو مهندس الديكور، صرت ماركتينج. وكان عندي أحلام كلش غير إن أوصلها، بس الحين لو أتخيل روحي في نفس الأهداف اللي كنت حطيتهم فما ما بكون مستانسة. صح. لأن إحنا حياتنا تتغير، وإذا صار عندنا expectations اللي هي توقعات حق الأهداف أو حق حياتنا ما بنرتاح. صح. لو حتى وصلنا للأهداف اللي نبيها بعد ما بنكون مرتاحين، لأن على طول عندنا أشياء أزيد وأزيد وأزيد وأزيد، فلن أحد يكون قنوع في اللي عنده وبيركز ويعطي كل اللي عنده لحق اليوم، هاي بيستفيد منه باكر. صح. يعني إذا أنا كان عندي مثلا هدف إن أفتح اليوغا سنتر في خلال 2 سنين، كان ما وصلت الحين، لأن كان بقل بركز إنه صار لي أسبوع وأنا لحين في هالمستوى، بس إحنا ما نعرف إن ساعات ممكن لو ضعت يعني تهدى حق أسبوع وبعدين عقب أسبوعين يكون شيء كلش ثاني. صح. بس في هاي الشعور إذا حطيتي وقت معين، أنت كباور اللي بتحطينه عشان تنجزين أهدافك بيقل. صح. لأن تحبطين يعني، بس كده إيش قاعدة أسوي؟ وممكن توقفين عشان هاي الشيء بعد. صح. بس إذا تركزين بس حق اليوم، مش ممكن أوفر اللحظة اللي أنت فيها. بالضبط. نوصل لنبي. فاطمة، أنت قبل فترة كنتي يعني حتى يعني كنت قاعدة معاك وكنا نتسولف ونتكلم، ذكرتي لي أن مثلا أنا أعيش بدون توقعات. الحين بعد تفضلتي وهم ذكرتي بعد نفس
كلمة، شنو وراء هالكلمة؟ أنا مريت في أشياء خلتني أتعلم هاي الشيء، وأنا اليوم شو أتكلم شو مرتاحة شو مستانسة في حياتي ما وصلت بسهولة، كان عندي توقعات حق كل شيء في حياتي. ويوم اكتشفت إيش كثر هاي الشيء ضايقني، تعلمت إنه لازم ما أحط توقعات، أو ساعات صراحة أتوقع مو أسوأ شيء، بس أحط في بالي إن احتمال يكون كذي، فلين يصير شيء حتى إذا ما كان as high as I want، يعني نفس ما اللي أنتي كنتي باغية أو رايدة يستوي بالضبط، أكون مقتنعة باللي قاعد يصير. مثلاً خلينا نقول مثلاً قصة صارت لي في الهند. أنا كنت متوقعة أسوأ شيء، صح، بروح حق أسوأ بارت في العالم. ويوم رحت هناك اكتشفت إن الحياة كلش حلوة، كل من مستانس، كل من فريندلي، كل من مريح، كل من فاتح باب بيته وتروحين تدشين بيوت ناس وكلهم فريندلي. بس أنا لو كان عندي توقعات إن أنا بروح للجنة، بروح لمكان 5 ستار وكذي، ما بكون مرتاحة. نفس الشيء في حياتي، يعني لو كنت متوقعة إن هاي الكاس بصير فل بسرعة، هو شيء زين انه يأتراكت هاي الانرجي وكذي. ايه بالضبط، انا هاي اللي كنت ابي اقوله لك، ان ساعات الناس يقول لك يعني فكري بايجابيه وراح ان شاء الله الامور اللي حوالينك تكون ايجابيه، يعني مثل ما يقولون على نياتكم ترزقون. بالضبط. فيعني شلون ممكن هاي مثلا توازن مع الكلام اللي قلتي؟ you expect the both. تتوقعين بس تركزين على الشيء الاحسن، بس تكون منا تمحين من مخك انه ممكن يكون هاي الشيء مو بزين. صح. يعني لازم الواحد يهيئ روحه بعد اذا صار شيء اتليست ما تكون صدمه. صح. يعني نفس انا يوم رحت حق الهند انا كنت متوقعه شيء زين ومتوقعه شيء مو بزين. كنت اوبن حق الاثنين، وحتى حق موضوع مثلا حق الاستوديو انا كنت متوقعه انه ممكن بوصل شيء. صح. بس ما كنت حاطه في بالي انه بهالسرعه او كل شيء كذي بيصير سموذلي، لأن ما حطيت لي وقت بعد. فتوقعاتك في الوقت ما حطيتيها. إيه. أوكي. في الوقت أنا تفكيري كلش تقريباً open، يعني ما أحب أحدد وقت، أحدد إحساس، هدف، حتى كل هالأشياء كلهم open، يعني كل شيء عندي حياتي flexible. يعني مرنة مفتوحة. بالضبط. إيه. ان اذا قعدت اركز انه لازم 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 يصير هاي الشيء ممكن بيصير، بس انه واذا ما صار صح ممكن احصل شيء ثاني احسن. صح. ممكن اسوي بسرعه، ممكن بياخذ وقت، احاول ما اقدر ما افكر في هالاشياء، لان اذا قاعدين نفكر في هالاشياء بيصير نفس المشكله، انه من قاعدين نفكر حق باكر وحق عقب باكر حق المستقبل، مو مركزين في اللحظه. أزين، شنو الأساليب اللي تنصحين فيها إن الإنسان يتبعها عساس يعيش اللحظة، يعني يعيش لحظته بطولها بعرضها؟ أنا أحس ثلاث أشياء اللي ساعدوني أكثر شيء. أول شيء يحاول قد ما يقدر إذا شاف روحه يفكر في المستقبل أو في الماضي يذكر روحه. هاي شيء مع الوقت بيصير شيء إنه يتعود. اليوم ما يحتاج انه يفكر انه يذكر روحه، بيصير شيء انه شيء طبيعي انه قاعد افكر الحين. صح. انا خذالي وقت عشان اوصل هالمرحله، بعد كنت على طول افكر شلون كنت وشنو بيصير في المستقبل واذا صار كذي، كنت افكر وحاتي على اشياء ما تسوى، حتى على اشياء تافهه اقعد افكر فيها شنو بتصير. صح. فيوم قعدت افكر واذكر روحي انه لا خلينا اعيش اليوم، خلينا احط الجهد قد ما اقدر حق اليوم واشوف شنو بيصير. ثاني شيء احس نفس اللي قلنا التوقعات، وهي صار كونكت ويا اللحظه، ان ما احط توقعات يعني حق كل شيء، ممكن على الاقل يحدد شيئين ثلاثة اشياء. اوكي انا اتوقع ان ابي اكون كذي كذي كذي، بس انه اذا زاد عن حده يبدا ياثر على اللحظه. صح. يصير عندك كذا شيء قاعد يفكر فيها. وثاني شيء احس إذا شخص يحتمل على روحه على كل شيء،
حتى على الأشياء التافهة يبدأ يركز في حياته أكثر. صح. أنا حسيت وشفت هاي شيء ويا كذا شخص، لأن يبدأ يعتمد على ناس ثانية هو ما عنده full control، يقعد يفكر شنو موجود اليوم. كذا يفكر أنا ممكن ما بسوي هاي شيء لأن أعرف شخص ثاني بيسوي لي عقب فترة. صح. أو ما أحتاج أحط هالكثر effort وأقعد أفكر حق اليوم لأن أدري في شخص بيقعد بيساعدني بعدين. صح. بس إذا أحد خذ full responsibility ونفكر أنا لازم أعتمد على روحي 100% بيقعد بيركز حق اليوم، لأنه بيعرف حياته كلها اللي it's on the line، ما في أحد ثاني بيساعده. صح. يعني يوم بديت اليوغا سنتر وكل هالأشياء ما خذيت حتى ولا فلس من أهلي، حتى أهلي لحين إن هاليوم ما شافوه، ما راحوا حتى يطلعون ولا شيء، لأن عودتهم إن حتى البلد اللي سافرتهم، يعني مثلاً سافرت 20 بلد وبروحي، حتى المالديفز وليت روحي شهر عسل. بس لأن حسيت إن أنا قاعد أعيش اليوم حقي، ليش أقعد أحط في بالي إن لازم أحد هو مسؤول إنه هو يهتم فيني؟ حتى إذا كانوا أهلي، حتى إذا كان أمي وأبوي، هما تعبوا في حياتهم عشان يربوني، بحين بقعد باخذ منهم أشياء وبقعد أخليهم يحطون على ما شاء الله. إذا هما شافوا الشخص إنه مو بس أم وأبوه، حتى أخت زوج كل شيء، إذا قاعدوا يفكرون إنه هما معتمدين علينا ما بيخلونا في حالة، هما بعد بيجون بيذكرونهم إنه أنت عايش هالمسؤولية هاي كذي، بس إذا أنت قاعد تسوين كل شيء بروحك ما حد مو منا لا حق، أكيد لهم حق، بس إنه في ليميت معين في حد إيه، حتى الشخص نفسه ما بيسمع. صح. فما شاء الله يعني 20 دولة سافرتيها وغير كل ديرة فيها خبرة، واللي وصلتي له كان السر كله أن أنت بس كنتي تركزين على اللحظة اللي أنت فيها وشلون تنتجين من خلالها مستقبلك. بالضبط. عندي سؤال شي قاعد يدور في مخي اللون، لما الإنسان مثلاً يحط له أهداف حق المستقبل، طبعاً أوكي يعني يمكن أنت مثلاً من الأشخاص اللي ما تحبين تمشين على أهداف معينة، بالعكس بتحطين لك هدف بس يمكن بدون خلينا نقول وقت معين توصلين له. إنزين في ناس لا، مثلاً لا يحبون يحطون لهم نوع التاريخ المعين يكون لهم كحافز. في بعض الناس يكون لهم كحافز إن أنا إذا خليت لي تاريخ على أساس يحطون لهم خطة يقدرون يوصلون له. ونفس الكلام اللي ذكرتي إن الإنسان لازم يعيش اللحظة ويركز على اللي هو عنده، لأن إذا مثلاً ركز على بس أهدافه المستقبلية راح يمكن يشتت تفكيره إنه هو يركز على اللي قاعد يسويه في الوقت الحاضر أو في الوقت اللي هو عنده إياه. يعني. بس الأهداف هي تعتبر شغف حق الإنسان، فشلون ممكن الإنسان يوازن بين الشغف وإنه هو يعيش في اللحظة اللي هو فيها، شغفه للوصول إلى أهدافه وفي نفس الوقت يوازن بين إنه هو يعيش اللحظة اللي هو فيها، يعني ما يخلي أهدافه وشغفه للمستقبل يشتت إنتاجيته في الوقت الحاضر. أحس إن إذا شخص حط تاريخ معين هاي شيء عادي، حتى أنا ساعات أسوي هاي أحط لي هدف وأحط لي تاريخ، بس أحس شيء ضروري إن الشخص يفكر في اليوم إنه كان اليوم آخر يوم في حياته. إذا حط تاريخ بعيد ممكن يأخذ راحته لما يوصل للهدف. صح. أنا الشيء اللي وصل لي غير وصلت له غير التوقعات، هو كان أعيش كل يوم كان آخر يوم في حياتي، فحطي 100%. وإذا الشخص حط التاريخ كلش قريب ممكن يتوتر، ممكن يقعد يحط إنه لازم أسوي كل شيء عشان أوصل لهالمرحلة بسرعة. بس أحس كل أقول حق الناس حطوا هدف، بس حاولوا إن تخلون التاريخ optional، إن حطوا تاريخ قريب وحطوا تاريخ بعيد، وفي نفس الوقت تذكروا كل يوم إن خلهم يتذكرون كل يوم إن هاي اليوم آخر يوم. صح. يعني كنا وصلت مدة طويلة وهاي آخر step، فش كثر بيحطون إذا كان هاي آخر step خلاص يوصلون هدفهم. أنا كنت كذي، كنت أفكر كل يوم حق الكلاسات، حق البرودكت، حق البراند، حق الاستوديو، هاي آخر يوم وبوصل الهدف، هاي آخر يوم وبوصل الهدف، هاي يكون شيء حافز لي إنه it pushes me more. صح. يصير عندي excitement إنه هاي خلاص إنه باقي last step بدون ما تحسين توصلي للهدف، حتى أسهل من الوقت اللي أنت حطيته بدون ما تحسين إن أنت حاطة 100% effort. صح. فاطمة في سؤال قاعد يدور في مخي اللي هو اليوغا.
طبعا انا من محبين اليوغا، وايد احب اليوغا لانه وايد ساعدني في امور في حياتي، خلاني اركز وخلاني اعيش اللحظه وكل هالامور. فشنو علاقه اليوغا بان الواحد يركز على اللحظه اللي هو فيها؟ انا عندي جمله مشهور في كلاساتي، من اول ما بديت لهاليوم كل كلاس ما في كلاس طاف بدون ما اقول هالجمله، ان لا تفكرون في امس او قبل ساعه عقب ساعه وامس وباكر وقبل اسبوع عقب اسبوع قبل شهر قبل شهر. فحتى لان يجون كلاساتي، حتى اذا كان مثلا يوم الجمعه كان في واحد اول كلاس يوقف حياته قاعد يقول انا ببالي على طول يروح ينشغل، بس كل ما اشوفه ينشغل اقعد اتذكر اللي قلتي واقعد اركز. فاليوغا هي مو بس تمارين، يكون فيها هدف، في كل تمرين في كل كلاس في هدف. غير هاي النفس، اكبر بارت في اليوغا هو النفس. الشخص كل ما ياخذ وقته ويركز في نفسه، انه الحين انا بتنفس، صح، بداخل بطلع النفس، يصير شيء طبيعي ان المخ يكون فيه فوكس اكثر، في تفكير، اي تفكير، يكون الشخص مركز اكثر في نفسه. وين الشخص مركز في نفسه، النفس يكون ديبر ويكون انظف، ويخلي انه شيء طبيعي انه في حياته انه يقعد يركز في نفسه، صح. والنفس يساعد على الستريس، على كل شيء، حتى عشان ياخذ قرارات. تشوفين ان احد ياخذ قرارات ياخذ نفس عميق قبل ما ياخذ قرار. فالنفس احس في سبيشلي في يوغا غير التمارين، النفس بارت كبير اللي يخلي الشخص يركز، صح. فيعني النفس او خلينا نقول التنفس والشهيق والزفير وكل هالامور جدا تاثر. بالضبط. قبل أن نختم لقائنا وياك، فاطمة، خاطري يعني تقولين لي من خلال هالدول اللي أنت سافرتيها تختارين دولة واحدة كذي على السريع، وتقولين لي يعني في هالدولة شنو القصة اللي صادت، يعني اللي صادتك فيها اللي خلتك تكونين عبرة منها. أحس في الهند، أنا أول ما رحت كان في الشتاء، وأنا كنت عايشة في شقة غرفتين ويا 14 شخص، وحتى ما كان عندي سرير، السرير كان عبارة عن حديد وعليه حزامة، حتى ما في ماترس، ما في مخدم، ما في شيء. بس بعد ما كنت أقدر أتحطم، لأن كنت وأنا رايحة الدوام أشوف ناس ينامون في الشارع بدون حتى تيشيرت، وفي البرد، كان برد بشكل مو طبيعي. فحسيت إن أنا عندي كل شيء أحتاجه في الحياة، ولأن شخص عنده هاي الشعور إن أنا عندي كل شيء أحتاجه في الحياة، يبدأ يفهم حياته، يقعد يشوف شيء يبيه ما يكون شيء يستفيد منه، مو بشيء بس كمثلا جوتي أو شيء. قمت أوفر فلوسي على شيء ممكن أغير فيها حياتي أو أغير فيها حياة شخص، فيصير الشخص قنوع أكثر في حياته، صح، ويعرف قدر كل شيء اللي في حياته، حتى على الأقل شيء سرير. فالامتنان والشكر شيء جدا مهم في الحياة. شكرا لك فاطمة، وشكرا انك قبلتي الاستضافة، ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا الكرام، ابتعدوا عن القلق، عيشوا اللحظة، ترى القلق هو اللي يذبح، الخوف هو اللي يذبح. لما الإنسان يوهم نفسه بالخوف من باكر ويعيش اليوم على أساس أنه هو تكملة حق أمس، صدقوني راح بتعيشون كله في هالألم والقلق والتفكير. عيشوا يومكم واستانسوا. نلاقيكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم مع موضوع جديد، فمن تلو حفظه.